الرقية تنقسم إلى قسمين. 其用祈祷词来治病分为两种情况. رقية شرعية مشروعة ورقية شركية ممنوعة. 用祷词治病 一种是合法的途径，一种是合法的，另一种是非法的。 الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. 教法规定的合法途径分需要符合三个条件. أن تكون من القرآن كأن يقرأ الفاتحة. 比如念古兰经，比如念开端章，发第二章。 أو من السنة كأن يقول أعوذ بكلمات الله التامة. 或者念祈祷词，使者教给我们的祈祷词。 أو بأسماء الله وصفاته كأن يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي من المرض. الثاني أن تكون بكلام معلوم لا مجهول، يعني لو يقول خارمير لا ندري إيش خارمير مثلا. نعم. 我在祈祷词当中应该用众所周知的大理解的祈祷词，不能用大伙不理解的 مفهوم، لأنه ممكن يتكلم هكذا، هذا غير مفهوم. 比如出现一些不可理解的声音，像这样的是不可以的。 مسموع لابد نسمع، إذا كنت تقرأ أنت على إنسان لابد نسمع ماذا تقول، لا تقول الرقية بصوت منخفض سرا، لا، لابد تجهر بالرقية نسمعها. 像这种祈祷词必须是能让人听见的，而且是能让人听懂的。 لا يوجد عندنا رقية إلا باللغة العربية. 这种祈祷词都是用阿拉伯语念的祈祷词。 لا يوجد رقية باللغة الصينية باللغة الإنجليزية. 不允许用阿拉伯语以外的祈祷词做祈祷词治病。 لكن يصح أن يدعو باللغة الصينية لا إشكال. يصح أن يدعو باللغة الصينية لا إشكال. 但是平常的祈祷可以用其他的语言去做祈祷. بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى، يقول يا الله ثم باللغة الصينية يقول مثلا اهدني اغفر لي زوجني مثلا. 但是在平常的祈祷中，我们要注意，虽然可以用其他的语言，阿拉伯语以外的语言，但是安拉的尊名不允许用其他的语言。 الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. 关于用祈祷词治病的第三个条件，就是要知道祈祷词治病只是一种sebab，是一种缘由，真正的治愈者是安拉。 إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من رقية شرعية إلى رقية شركية. 如果一个人用祷词祈祷词来治病，不符合这三个条件的任何一条，那么他已经就会陷于非法的祈祷。 أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. 刚才讲到合法的祈祷，通过古兰经，通过圣训，通过安拉的尊名与品性。 أن تكون بكلام مفهوم معلوم مسموع باللغة العربية. 要用阿拉伯语。 阿拉伯语的祈祷词来做祈祷. أن نعتقد أنها سبب. 我们要知道这些祈祷词，这些祈祷词只是治病的缘由. نعم. No.